استجابة لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والمتعلقة بتنفيذ المبادرات التي تدعم التطور في السلم المهني للكوادر الوطنية، أعلن صندوق العمل تمكين عن إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار منها للأعلى، وذلك بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الراغبة في دعم التطور الوظيفي لموظفيها الحاصلين على الشهادات الجامعية ممن يعملون في وظائف لا تتلائم مع مؤهلاتهم الأكاديمية. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل تمكين. إذن أستاذ، نرحب بك في نشرة الثالثة. بداية حدثنا عن هذه المبادرة منها للأعلى، ما هو الهدف من إطلاقها؟ أهلا وسهلا ومشكورين على الاستضافة. طبعا تهدف هذه المبادرة إلى دعم التطور الوظيفي للبحرينيين الموجودين اليوم والعاملين في القطاع الخاص، ما يساهم على حصولهم على الوظائف النوعية والإدارية اللي إن شاء الله تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية. وهذا طبعا شيء مو جديد، هذا الشيء يتماشى مع أحد أسمى أهداف تمكين، وهو توفير فرص التطور الوظيفي للبحرينيين وجعلهم خيار أفضل في سوق العمل. هذه المبادرة عشان تقدم الدعم المربوط بالترقية أو الزيادة في أجور البحرينيين اللي يشتغلون في الوقت الحالي في وظائف خلينا نقول أقل من مستواهم الأكاديمي، سواء من خلال دعم التدريب للموظفين بنسبة 100% أو من خلال زيادة دعم الأجور لمدة سنتين. نعم، إذن من يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة وكيف يمكن تقديم الطلبات؟ طبعا باب التقديم مفتوح لجميع المؤسسات في القطاع الخاص في جميع القطاعات راغبة في تطوير موظفينها البحرينيين اللي صار لهم يشتغلون في المؤسسة أكثر من سنة في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية، ما تناسب مؤهلاتهم الأكاديمية، ويتلقون أجر أقل من 600 دينار. أما عن سؤال شلون ممكن الاستفادة، فللمؤسسات القطاع الخاص ممكن يقدمون طلباتهم عبر موقعنا الإلكتروني عبر برنامج التطور الوظيفي، وبعدين تمكن راح تراجع هذا الطلب وتعتمد خطة التطور الوظيفي اللي تقدمها المؤسسة وتقدم الدعم إليه. طبعا هذه المبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات القطاع الخاص اللي تؤمن بأهمية دور التطور الوظيفي للموظفين وانعكاسه الإيجابي على نمو وتطور هذه المؤسسات. واحنا من هذا المنبر يعني ندعو جميع المؤسسات القطاع الخاص للتواصل ويانا والاستفادة من هذه المبادرة والمبادرات الأخرى التي تعنى التطور الوظيفي للمواطن البحريني. إذن السيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.